السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معانا النهاردة في شرح جديد. النهاردة هنتكلم عن كيفية استعادة صفحة الفيسبوك بتاعتك لو اتسرقت أو نسينا كل معلومات صفحة الفيسبوك، يعني نسينا الرقم، نسينا الإيميل، نسينا كل حاجة عن صفحتنا على الفيسبوك. جميع معلومات صفحتنا نسيناها أو صفحتنا تم تهكيرها أو سرقتها بطريقة بأي طريقة مش هتفرق، المهم ان صفحتنا اتسرقت او راحت مننا وفي نفس الوقت معناش اي معلومة عنها. النهاردة ياريت تتابعوا الفيديو ده للنهاية لان كل جزء فيه هيكون مهم جدا جدا، وياريت تتابعوا كل تفصيلة في الفيديو وتكتبوا لنا رأيكم في التعليق. يلا بينا على طول نبدأ الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية. النهاردة يا جماعة هنقدر نرجع حسابنا المسروق على الفيسبوك لو اتبعنا الخطوات دي واحدة واحدة ومشينا مع بعض خطوة خطوة. مبدئيا عايزين نتفق ان احنا دلوقتي في حالة ان حسابنا اتسرق، زائد ان حسابنا ما مش موجود معانا للحساب، فاحنا بنحاول نحصل على اي معلومة تقدر تدخلنا على الحساب تاني او من خلالها نقدر نعمل اعادة تعيين لكلمة السر، بحيث ان احنا نقدر نرجع لو جزء بسيط من معلوماتنا، وبعد كده نمسك اول الخيط ونبدأ نرجع الصفحة واحدة واحدة. تمام، مبدئيا هندخل على صفحتنا على الفيسبوك بالشكل ده. تمام، طبعا دي صفحة غير الصفحة اللي اتسرقت، يعني احنا نبقى مع بعض ان الصفحة دي مش هي الصفحة المسروقة. تمام، فاحنا بنعمل ايه؟ هندخل على الصفحة دي وهنبحث عن اي اسم، يكون اي حد مثلا، اي حد، محمد مثلا، تميمي مثلا. لو دخلنا على صفحة الشخص ده مثلا، طبعا بنكتب الاسم بتاع الصفحة بتاعتنا المسروقة او اللي فاقدين منها كل شيء، يعني ناسين الباسورد والكلمة وناسين الايميل وناسين رقم التليفون، مش معانا اي معلومات منها خالص. وليكن مثلا كتبنا محمد تميم مثلا فوق وبحثنا، جالنا واحد صديق عندي. تمام، بعد ما نفتح الصفحة، هي دي الصفحة وليكن اللي احنا هنطبق عليها الشرح انها هي المسروقة. تمام، فايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا هضغط نقط من على الصفحة دي وهضغط نسخ للرابط. تمام، كل اللي انا عملته فتحت فتحت اي صفحة فيسبوك وبحثت عن صفحتي المسروقة. تمام، وبدخل على الصفحة نفسها وبضغط على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال وبضغط اللي ظاهر لي هنا. تمام، ايه اللي انا هستفيده؟ هنشوف مع بعض خطوة خطوة، وياريت تتابعوا الفيديو كامل علشان نقدر نطلع نتيجة كويسة ونستفيد منها مع بعض. تمام، بعد كده بذهب او بروح الى جوجل كروم، ومن خلال جوجل كروم بضغط فوق على الرابط ده وبضغط الرابط اللي انا نسخته وبضغط عليه ارسال. تمام، المهم انا عندي، انا ضغطت الرابط هنا اللي هو اللي انا نسخته من شويه، ضغط عليه تاني وبضغط علامه القلم اللي هنا ده عشان اقدر اعدل عليه. كل اللي انا محتاجه ان انا هنسخ الجزء الاخير من بعد علامه الشرطه دي. تمام، ده بنسخه ازاي؟ هنحدد مع بعض كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، وهنضغط نسخ. تمام، بعد كده انا بروح على الفيسبوك او التطبيق نفسه بتاع الفيسبوك. هندخل على الفيس، الصفحة، اي صفحة مش هتفرق بقى، مش محتاجين صفحة دلوقتي. احنا كل اللي احنا محتاجينه من الصفحة ان احنا بحثنا عن ايميلنا المسروق وجبنا الاي دي اللي احنا نسخناه من شوية. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بعد ما ادخل على الصفحة مرة تانية، اجي على الثلاث شرطات اللي فوق خالص دول وبطلع بالقائمة لفوق، ولاقي اخر كلمة اسمها تسجيل الخروج. تمام، بعد تسجيل الخروج بضغط على بحث عن حسابك. تمام، طبعا بقول ليس الان، دي مش محتاجين الايميلات دي. تمام، هنا هنلاحظ حاجة جميلة جدا. لو جيت انسخ، طبعا احنا ناسخين ارقام وحروف، الاسم اللي احنا نسخناه فيه ارقام وحروف. لو ضغطنا لصق جاب لي 52 بس اللي هي الرقم. طيب انا عايز اكتب الاسم كله اللي انا جبته من شوية، بعمل ايه؟
هلاقي كلمة بحث باستخدام بريدك الإلكتروني بدلا من ذلك. بقوم ضغط على بحث بريد الإلكتروني، وهنا بقوم ضغط على لصق، بيظهر لي الاسم اللي أنا نسخته كله بالكامل. هنا بضغط على بحث عن حسابك بالشكل ده. دلوقتي هنا عرفني حاجة جميلة جدا جدا، ان رقم في اخره 84 هو اللي مربوط بالحساب، تمام؟ فانا برجع لحسابي بشوف الرقم اللي انا عندي، سواء 010 او 012، اي رقم اخره 84 هو ده اللي مربوط على الصفحة دي، تمام؟ يبقى انا استفدت ايه هنا؟ ان انا قدرت اوصل لحسابي، ان انا عرفت الرقم اللي مربوط عليه الحساب، رقم الهاتف، لو في ايميل طبعا صفحة هيظهر لي برضو، فاقدر ارجع او استعيد كلمة السر عن طريق الخيارين، سواء رقم الهاتف او عن طريق البريد الالكتروني. يبقى انا هنا من اني معرفش اي حاجة عن صفحتي قدرت اوصل على رقم الهاتف، وطبعا لو انا مسجل الصفحة كمان او رابط عليها ايميل او بريد الكتروني اقدر استعيد من خلاله برضو. هنا كل اللي بعمله بضغط متابعة بالشكل ده، بيجي لي رمز على الرقم اللي اخره 84، تمام؟ بقدر هنا اعمل ارسال للبريد، واقدر ارجع كلمة السر وافتح صفحتي بصورة طبيعية جدا جدا جدا. طيب ايه هي الخطوة التانية لو انا مثلا مش معايا الرقم ده، يعني الرقم ده مش موجود معايا، ايه اللي ممكن اعمله علشان اقدر ان انا ارجع حسابي بطريقة سهلة، او طريقة ان احصل افتح حسابي تاني واشتغل عليه من تاني؟ الطريقة اللي هتكون ترجع لحسابي لو في حالة ان رقم الهاتف اللي موجود من شوية ده مش موجود، هي تأكيد الهوية. وتأكيد الهوية دي هيكون في شرح لوحده علشان ما نلخبطش الامور عن بعضها. احنا النهاردة بس كمقدمة انك تقدر تحصل عن معلومات تدخلك لحسابك من تاني، بحيث تقدر تعمل تسجيل دخول، تقدر تعمل اللي انت تغير الباسورد، تعرف الرقم اللي مربوط بحسابك او الايميل او البريد الالكتروني طبعا. فهو ده بداية لكورس هنقدر نرجع صفحتنا الخاصة على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة عن السلسلة دي لو عجبتكم، علشان نكمل فيها. هنقدم لكم حلول جميلة جدا 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 في الفيديو القادم بإذن ربنا، ومش هنطول عليكم فيه. وياريت تسيبولنا ردكم عن الفيديو في التعليقات. كده يكون النهاردة شرحنا انتهى، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، واستنوا مننا قريب جدا جدا ازاي نأكد الهوية، شرح عملي كمان نأكد هويتنا واسترجاع الصفحة بعد نسيان الهاتف مثلا او الجيميل او البريد الالكتروني. لكن شرحنا النهاردة كان عبارة عن ايه؟ اننا نعرف البريد الالكتروني اللي مربوط بالصفحة اللي احنا مش عارفين ندخل عليها، ومن خلال كده نقدر نستعيد كلمة السر. بكده يكون انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.